ناس كتير سألتني انت بتزرع في ايه، واحنا عايزين نزرع، ممكن تشرح لنا انت بتزرع في ايه؟ هنا عندي صناديق بتاعة التفاح، صناديق الخشب، انا فتحتهم وخليتهم صندوق واحد اهو زي ما انتوا شايفين ده. ان شاء الله انا هبطنه بالبلاستيك واحط فيه التربة عادي وازرع فيه بمنتهى البساطة. ده ان شاء الله هزرع فيه جرجير بإذن الله. طيب اللي مش متاح عنده صناديق الفاكهة الخشب، صندوق كرتون عادي بس يكون مقوي زي ما احنا شايفين كده، الكرتون بتاعه قوي زي البيست ده مثلا، كرتونة البيست بتاعت العصير بجيبها اهي. طبعا هي متقفلة من تحت، بأتني الأجناب بتاعتها كده بمنتهى البساطة أهو أهو. بعد كده أهو بقى صندوق عادي خالص أهو. بعد كده بجيب كيس، يكون طبعا كيس كبير، وأبدأ إن أنا أحط أركب الكيس كده بسهولة أهو على الصندوق وغطيه من بره، يعني الصندوق يكون متغطي من بره كده زي ما انتم شايفين كده. ليه من بره؟ عشان الشتاء لما يجي على الصندوق ما يبلهوش ويخليه يطرى ويبوظ، زي حماية للصندوق. بالراحة كده بسايس الكيس وهم أبطنه بمنتهى السهولة أهو أهو كده خلاص أهو. هنا شايفين كده من جوه أهو بقى جاهز أهو. ممكن زيادة تأكيد عشان تسريب المية أبطل بنشمع برضه أهو، أبطل كده من جوه بنشمع عشان اضمن انه ما يصرفش اهو. وشكرتون عادي سلوتيب والزق الاجناب بتاعته كده، لزقت الأجناب كده. الصندوق بقى إن شاء الله جاهز لاستقبال التربة ويبقى جاهز للزراعة. آدي التربة عندنا أهي، وآدي التربة بتاعتنا ليه خليط من الرمل والطمي بتاع التربة العادية أهو. وأزرع فيها أي حاجة أنا عايزها وتبقى جاهزة للزراعة.